بتعرفوا انه في هزات ارضيه على القمر؟ مبين انه في، بس مش في نفس الكميه الا على الكره الارضيه. ولما بتصير الهزات بتعمل كثير مشاكل مع الاقمار الاصطناعيه. اذا صح لكم توصلوا القمر شي مره، اتذكروا المنطقه المفتوحه هي المكان الاكثر امان. اتركونا من القمر، خلونا على الارض، ولما بتصير هزه ارضيه تعالوا نطلع لبرا باسرع وقت. اتفقنا؟